بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين. He speaks of a new prophet in Arabia. Was it like this when John the Baptist came to King Herod out of the desert, crying about salvation? إلى المقوقس عظيم القبط. من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم الفرس. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن أبيت فعليك إثم المجوس. أنت يا جلف الصحراء تعلم عاهل الفرس كيف يركع؟ Muhammad, messenger of God. Who gave him this authority? من أعطاه هذه السلطة؟ أرسله الله رحمة للعالمين. في القرن السادس الميلادي، والعالم يموج في الظلمات، ولد محمد بن عبد الله في مكة. مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. في الأشهر الحرم تؤجل القبائل نزاعاتها، وتقبل وفودها آمنة يحمل كهنتها قرابينها لأوثان الآلهة حول الكعبة. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن بثلاثمائة وستين وثنا بعدد القبائل العربية. كانت في قريش سيادة مكة، منهم بنو عبد الدار الأثرياء وكبار التجار يحتكرون سدانة الأوثان لتروج في أعيادها تجارتهم، ومنهم بنو هاشم جد محمد يؤثرون ضيافة الحجيج ما أقاموا في مكة.
الله يا أمية. لا 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 يكفي. كيف؟ قد دفعت أضعاف ديني. أنا أسدد منذ 5 أعوام. ألا تفهم؟ الربا يتضاعف يتضاعف. فهو لك، ولكني أحتاج إليه للعمل في حقلي، هو كل ما بقي لي. الحمار لا يفي بنصف ما عليك. الغلام ولدي. كيف ترى السوق اليوم يا عميرة؟ لم تتضح بعد، فالقوافل ما زالت تتوارى. آلهة هذا العام من ذهب؟ لو وفقت بين الآلهة والتجارة يربو حصادنا يا أبا سفيان. قافلة الشام، أرى طليعتها. سبقت موعدها. زد على البئر الشمالية 5 رجال آخرين. كم نذبح؟ 70؟ اجعلها 100 واحفظ لمكة هيبتها، وعشرة حملان لقادتها. من علم القوم من علم القوم أن المال مادحهم إن بعثروه وإن يحفظ فشتام. ومن إذا استلهم العافون نجدته. أشار هذا أبو سفيان إلهام، هذا ابن حرب، به تمضي قوافلكم أيان شاءت، لها في الأرض إكرام. هذا الذي عنده للشعر منزلة، تعطي بغير سؤال فهي أنساه. خز من الصين يا سيدتي، ناعم الملمس، متعة للعين. نعم، 7 أطوال. 20 دينارا لزوج أبي سفيان. خذيه بما شئت يا مولاتي. 15. حسن، فللآلهة نصيبها وأجر خلودها. يا أبا لهب، هذا الرجل الذي يقف هناك من هو؟ احملوني بعيدا، جردني من كل شيء. لماذا يلاحقنا محمد هكذا؟ لماذا؟ ترى ما أصاب ابن أخي. لماذا لا توقفه عند حده؟ ربما يتغير. يتغير وقد بلغ 40؟ لا يليق برجل مثله في ذروة الرجولة أن يعتزل مرتعدا في غار، أن يؤثر عراء الجبل على الفراش الدافئ الوثير بوسعه، وهو زوج امرأة ثرية مثل خديجة، بوسعه أن ينال أطيب ما بمكة. إن رجلا يجرؤ على إغضاب العزة ومناة إلهة رخائنا، واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا، وهبل هبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا، مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة. أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير.
بدعة، جحود، تمرد. أخشى على محمد من نفسه. يعتريني الحزن عند كل انفضاض لهذا السوق. قد يكون مبعثه أني قد لا أراها في العام القادم. يا أبا طالب، يا أبا طالب، يا أبا طالب، أبا طالب. على رسلك يا زيد. هل نزل محمد من غار حراء؟ لا، لم نره بعد. أرسلتني خديجة وفي ظنها أنه نزل إليك. لعله في بيت أبي بكر. سألت عنه هناك. لا يزال إذن في الغار. 3 أيام طال غيابه هذه المرة. أخشى عليه من الجبل، فلست أعرف ما يعني. المرء يرى العالم بوضوح أعظم من فوق جبل. باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لا يزال في دثاره، الوحي يثقل عليه حتى لا يكاد يقوى على رفع يده. تعتريه رعشة مع أن جبينه يتفصد عرقا، ولكنه تكلم. زيد، ماذا أصاب ابن أخي محمدا؟ كان وحده يتأمل في الغار. أتاه الملك وقال له: اقرأ. فقال محمد: ما أنا بقارئ. وقال الملك مرة أخرى وأخرى لمحمد: اقرأ. وأجاب محمد: ما أقرأ. عندئذ قال ملك الوحي: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقرأ محمد، وكأنما كتبت الآيات في قلبه كتابا. فانصرف عنه جبريل. جبريل؟ عندما خرج محمد من الغار، سمع صوتا من السماء يقول: يا محمد، أنت رسول الله وأنا جبريل. وانصرف محمد راجعا إلى أهله يحدث خديجة بما رأى، فقالت له: أبشر يا ابن عم واثبت، فوالذي نفس خديجة بيده، إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. و
ومن عرف ما تعرف يا زيد؟ أول من عرف خديجة وعلي وأبو بكر. وأنت؟ أنا ابنه بالتبني. احذر أن تعلن هذا الأمر في مكة. أبلغه أن عمه الذي كفل طفولته لن يتخلى عنه أبدا. ماذا يريد محمد بدعوة عشيرتي؟ لا أدري بعد، لقد لبيت لأعرف. الغار، الملائكة، إنها بدعة. وماذا يقول أبو سفيان؟ يرى أن هذا شأن بني هاشم. كيف تكون بدعة وقد سبق أمثاله؟ هي على مكة جديدة. ألم ينزلها الله قبل ذلك على نوح وموسى وعيسى وكل الأنبياء؟ مصعب، من هذا؟ جعفر. ما بيدك؟ سورة من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. صدق الله العظيم. جعفر، هل كنت هناك عندما أنزل الله عليه هذه الكلمات؟ كان يرتعد تحت دثاره، وكانت أسنانه تصطك، وكان يحاول أن يوقف رعشته، ثم يبدأ يفيق ويتكلم. إنه الفجر، تخرج أنت يا عمار. عمار، أين كنت؟ أمك لم تنم ليلتها قلقا عليك. أين كنت؟ غفرانك، الذنب ذنبي. هذا الإله منحنا عونه طوال الحياة. لكنه لم يمنح نفسه عونا. يخجلني أن أعبد هذا. الإله الحق هو الذي يدرك الأبصار.
ولا تدركه الأبصار. عمار، إننا نرى الآلهة في الكعبة كل يوم. عمار، بدأت أخشى عليك. أنت تصغي لقوم يدفعونك إلى الهلاك. أنا أصغي لمحمد يا أماه. محمد، مكة كلها تشهد إنه الصادق الأمين، إنه الذي يتصدق ويؤثر على نفسه، إنه يقرأ السلام على كل الناس، ولكنني لا أرضى أن يخطئ في حق الآلهة. الآلهة؟ أي آلهة هذه التي ترضى أن يموت الإنسان جوعا، أن يخدع الغني الفقير، أن يرهب القوي الضعيف؟ أتراها آلهة هذه التي تبيح للأباء قتل بناتهم بلا ذنب ولا جريرة؟ أتراها آلهة هذه التي تحرم النساء حرية اختيار الصالحين وترضى بأن يكرهن على حياة أفضل منها الموت؟ أمك لم تكره على شيء كما أظن. أتذكر يا ياسر ما كنا لنلتقي أبدا أنا وأنت، وما كنت لتولد لنا يا عمار. كان أبي على وشك أن يئدني، يدفنني كما وأد أختي، ولكنه عجز أن يفعل بعد أن تذكرها وهو يهيل عليها التراب. تعلقت بإحدى أصابعي، أخذت ترشفها كما لو كانت ترضع ثدي أمي. أظن أنها كانت رقيقة. إن ضعف أبي لحظة هو الذي وهبني الحياة. إنه العرف يا سمية. بل هي الخطيئة يا ياسر، وآلهة ترضى بها لا تستحق أن تعبد. علي أن أدرك الفجر مع الرسول. امضي يا ولدي، امضي إلى محمد. إنه رجلان يتبعاني. اقرأ اقرأ، محمد لا يكتب ولا يقرأ. ولكنه يستطيع أن يتكلم. ماذا؟ يستطيع أن يتكلم؟ وها أنا أيضا أتكلم. ماذا يقول محمد؟ هو لا يقول إلا ما يوحى إليه من كلمات الله. أية كلمات وأي إله؟ إله يتكلم. محمد يهدي. إنه لا ينسى حرفا مما يوحى إليه، ثم يملي الذي يوحى إليه على من يدونه. لا تبديل لكلمات الله. هذا هو القرآن. محمد رجل أجاع نفسه ليحلم. ألا تقولون إنه يختبئ في دثاره مغمض العينين؟ نعم، ولكن قلبه متفتح. أنت اركله تقديرا لفصاحته. لا، ليس هذا هو الحل. لما لا يعي محمد أن حياتنا رهن بآلهة الكعبة؟ نحن أصحاب الكعبة، كل عام تحج إلينا القوافل، تطوف بالكعبة ونبيعها تجارتنا. ليس الأمر سهلا كما تتصور يا فتاة. كيف نستبدل 300 إله بإله واحد لا نراه؟ أنتم تقولون إنه في كل مكان، هنا في بيتي، في الطائف، في يثرب، في اليمن، فوق القمر. إن كان ذلك فلمن يفد الحجيج إذن إلى مكة وفي وسعهم أن يعبدوا إلها واحدا يجدونه في كل مكان؟ آلهة قريش عبادة وتجارة. ليس الله سلعة تباع وتشترى. ستعلمك الصياط. احذر وانتبه يا فتى. عندي سؤال.
سمعت أن هذا الأمية يقرأ لكم أن العبد يساوي سيده. بلال، هذا الأسود الذي اشتريته بمالي يساويني؟ نعم، ما دام إنسانا. قال رسول الله: الناس سواسية كأسنان المشط. هذه بدعة تستهوي العبيد وتمنيهم بسراب الخلاص. بلال، علم هذا الفتى ما هو الفرق بين سيد في مكة وبين عبد وضيع. أعطيه الصوت، اجلده جلدا لا يفوه بعده بكلمة. اجلده يا بلال، اجلده. اقتله. اجلده. أطيعه يا بلال. فعلها، أبكى على نفسك. أرأيتم كيف دب الفساد في مكة حتى وصل إلى عبيدنا؟ حتى لو كنت إنسانا له آلهة فلن تكون غير آلهة سادتك. إنني أملك روحك وجسدك منذ اشتريتك يا بلال، سأعالجك. أحد، الله أحد. من هو الأقوى؟ أحد. أحد. تكلم. أحد. سيدك أم ربك الأحد؟ أحد. أحد. الله أحد. ألم تقضوا عليه بعد؟ العبد لا يصيح من الألم، إنه يثير العبيد. أمية! أمية! أبو بكر، يزيدك 100 دينار على ثمن بلال. مهلا مهلا، ليس من عرفنا شراء عبد يؤدب. دع الصفقة لصاحبها. 200 دينار يا أمية. أبو بكر، هذا يعني محمد. ماذا بعد هذه المزايدة على العبيد؟ نعرف ماشيتنا بأيدينا في العام المقبل؟ خذوه، لا حاجة بي إليه. طاعتي حق عليك ما دمت حيا. لماذا تثير غضب أبيك؟ لو احتسيت الخمر وتسكعت في شوارع مكة أكون جديرا برضاء أبي يا أختاه. لا تقل يا أختاه. ما هذا ما هذا؟ كلكم أولادي. وأنت أمنحك ما تريد، ما تشاء. محمد منحني الطمأنينة والسلام. دعه يخرج وليلحق بالصابئين.
من أجلنا. أشفق على أبيك. حذيفة انتظر، تمهل. إن ابن أخيك يسب آلهتنا، يرمي آباءنا بالضلالة ويفسد علينا الأبناء. مهلا يا أبا الحكم، مهلا. لو علمته يفسد ما سكت عليه. خير شباب مكة هم الذين يتبعون. وماذا تقول عنا العرب؟ شباب مكة يقودون شيوخها. قل لي يا أبا طالب، كيف تختار السماء نبيا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق؟ لقد صبرنا على ابن أخيك طويلا يا أبا طالب، وإننا اليوم نعرض عليه أمورا لعله يقبلها أو ننازله وإياك حتى يهلك أحد الفريقين. إن كان يريد مالا جعلناه أكثرنا مالا، وإن كان يريد جاها جعلناه سيدا علينا، إن كان يريد ملكا ملكناه علينا. إن أراد السلطان أعطيناه مفاتيح الكعبة. الآن وقد سمعت ما قالت قريش. يا ابن أخي يا محمد، أرى أن تبقي علي وعلى نفسك، ولا تحملني في شيخوختي من الأمر ما لا أطيق. ما أعظم محمدا، تعرض عليه الدنيا فيأبى ويقول: يا عم، والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لقد أوحي إلى رسول الله أن يجهر بدعوته. سنخرج هاتفين بالحق وليسمع العالم. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله نجهر بدعوتنا، بسم الله نخرج من الظلمات إلى النور. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله أكبر. أتسمعون يا قريش؟ هل تتركون أسافل مكة من أتباع محمد يقتحمون أقداس الكعبة؟ لا وهبل، بل نقذف بهم إلى نار ذات لهب. نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب. إلى نار ذات لهب. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد.
محمد رسول الله. عنه ماله وما كسب، فيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فرصتنا السانحة للقضاء عليهم يا أبا سفيان، إنهم 30 فقط. لا، ليس في الكعبة، حتى لا يعلو شأنهم بين العرب. أنتم تصدوننا عن حق الله، عن بيت إبراهيم والعرب أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. أبعدوهم عن الكعبة. ولا أنتم أبعدوهم عن الكعبة. أوقفوا هذا الكذاب الذي يدعي معرفة السماء. احموا رسول الله، احموا رسول الله، احموا الله يا قوم. Thank you.
باسل ومغوار أنت يا أبا جهل، وكيف لا وأنت تقاتل رجالا بلا سلاح؟ لأنهم يظاهرون هذا السفيه. ومن أسفه منكم وأنتم تحرمونه حق الكلام؟ محمد مفتر وكذاب. ردها علي إن استطعت. وأنتم ألا يواجهني منكم أحد؟ أنا على دين محمد أقول ما يقول، فليرد علي ذلك من يستطيع. يا محمد يا ابن أخي، عندما أجوب الصحراء بالليل أدرك أن الله أكبر من أن يوضع بين أربع جدران. من كان يظن أن حمزة عاشق الخمر وصياد الأسود يتبع دين محمد؟ كلما زدناهم عذابا يزدادون قوة. من أين يجيء بكلماته؟ لا أدري يا هند. كيف برجل أمي جاوز الأربعين يهبط من جبل لا علم فيه ولا معلم ليفيض بلاغة تعجز الشعراء؟ ليتها كانت مجرد بلاغة، ولكن يكاد الناس يصدقون أنها كلمات إله. كيف نقاوم رجلا لا ندرك سر قوته؟ محمد يعدهم بأنهار من خمر ولبن، لذلك وجد من يصغي إليه. إذن فلنرد عنه من يصغي إليه، ولنبدأ بأتباعه الضعفاء. لا! أبا! أبا! أمي! أبا! أمي! أمي! أبا! هيا لتذهبين إلى جنة مع زوجك! سمية! اتركوه! ياسر! 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 يا لا 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 والدي! تعال معهما، قيدوه! لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ألا تريد أن تذكر آلهتنا بخير؟ اذكر هبل، اذكر هبل. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد. لا 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 الرحمة. وأشهد أن محمدا رسول الله. اذكري هبل العظيم، اذكري هبل، اذكري هبل وانكري دين محمد. هبل! لا اله الا الله محمد رسول الله. الشقية 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 الشقية.
أين إلهك الواحد لينقذك؟ لا! اخرجوا يا إخوة الإيمان. اصبر يا عمار، بشر النبي أبويك وهو يقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ها قد جاء النبي. يا رسول الله، كيف أرفع رأسي في حضرتك وقد نلت منك وذكرت آلهتهم بخير؟ كيف؟ أفقد العذاب وعي، استنجد، قتل والدي أمامي، اكرهوني على النيل منك يا رسول الله، غفرانك ربي. اتق الله في نفسك يا عمار، لقد تأثر رسول الله لحالك ودمعت عيناه من الرحمة. لا تثريب عليك إن تكن ما قلت مكرها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا أمان لكم هنا. أمرنا رسول الله أن نترك مكة. إن بقيتم قضوا عليكم واحدا واحدا. يقول لنا: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. اخرجوا الآن حالا.
حسان احترسوا. وجدنا آثارهم، تبعناهم، لكن كنا كمن يدور في دوامة. وهكذا أفلت الحفاة من الفرسان. أفلتوا؟ تلاشوا. محمد في مكة لا يزال، ما أفلت إلا الضعفاء. ضعفاء أو أقوياء، إنهم سوف يسيئون إلينا وإلى تجارتنا مع الحبشة. الحبشة؟ عمرو، ألست صديق ملكها؟ أظنني صديقة. هل في وسعك أن تستغل هذه الصداقة؟ وسعي أن أعيد الهاربين. إذن إلى الحبشة. هذه الرقاب سنرى كيف تذل وتقهر. ألا تنحنون لنبيكم؟ نحن لا نركع لغير الله وحده. محمد علمنا أنه عبد الله ورسوله. رسول الله، أين هي معجزاته يا جعفر؟ هل يرقى إلى السماء؟ هل مشى فوق الماء؟ هل شفى المرضى أو وهب العميان البصر؟ هل أحيا الموتى؟ أين هي معجزاته يا جعفر؟ هذا صحيح، لابد للأنبياء من معجزات ليعرف الناس أنهم مرسلون من عند الله. معجزة محمد هي القرآن. كلمات اكتتبها أمي ودعاها على الله. هل يرى ملك الملوك لهم حجة بعدما سمع؟ ولكني أعرف أن الله أرسل من عليائه ألسنة نار على رؤوس الحواريين ليتسنى لهم التحدث بلغات العالم العديدة والتي لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك. ولكني أسأل، هل يمكن أن تقع معجزة كهذه في أيامنا؟ سمعت ما يكفي؟ حجتكم ضعيفة. جئناك لاجئين من هول ما عانيناه من الظلم والعذاب. قال لنا محمد: اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ما يسمونه الظلم هو العقاب العادل لهؤلاء. لماذا أرسلكم إلي محمد؟ لأنك من أهل الكتاب، إيمانك بالله
يلهمك حمايتنا. أرأيت أيها الملك، حديثهم كسراب يحسب الظمآن ماء. لقد ألزموني الحجة، لا مناص من الإصغاء إليهم يا صديقي. أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام التي نصنعها بأيدينا من الحجارة والخشب، نأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف حسبه وصدقه وأمانته وعفته، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأخشاب. أنتم تفترون على آلهتنا بالكذب، نحن لا نعبد في آلهتنا الخشب ولا الحجارة. نحن نعبد الروح التي تسكنها ونتقرب بها إلى الله زلفى. ليس كل العابدين يفهمون ما تفهم يا عمرو. بماذا يأمركم دينكم؟ يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا وبالصلاة، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقصف المحصنات. المحصنات؟ وماذا في دينكم عن النساء؟ ديننا يساوي بين الرجال والنساء، لهن ما لنا وعليهن ما علينا. ماذا لهن؟ ونحن نشتريهن ونطعمهن ونكسوهن ليخدمننا أو نبيعهن إذا أبين الطاعة. أتمتهن المرأة التي حملتك في بطنها خلقا من بعد خلق وأرضعتك طفلا وسهرت عليك حتى بلغت أشدك يا عمرو؟ لماذا قرست آلهتك العديدة يا عمرو؟ هل أفحمها ربهم الواحد؟ ربنا رب الناس جميعا، رب إبراهيم وموسى وزكريا ويحيى والمسيح، أوحى إليهم من قبل كما أوحى إلى محمد، لا نفرق بين أحد من رسله. من علمكم كل هذه الأسماء؟ القرآن الذي نزل على محمد. محمد، عرفناه يتيما يرعى الغنم. والمسيح كان نجارا في أرض الجليل. الحق الحق أقول لكم، إن الذي جاء به محمد والذي جاء به المسيح يصدر من سراج واحد. أيها الملك، إنهم يقولون في المسيح قولا لا يرضيك. ماذا يقولون في المسيح؟ يقولون إنه عبد من ثباق البشر. تكلموا، ماذا تقولون في المسيح؟ نقول فيه الذي جاء به نبينا محمد هو روح منه وكلمته ألقاها إلى مريم البتول. فاسألهم من ولد المسيح وكيف. هل جاء في قرآنكم عن مولد المسيح شيء؟ نعم، فهل تأذن لي أن أتلوه؟ اقترب، هات ما عندك. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين
ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. صدق الله العظيم. ليس بين ديننا ودينكم أكثر من هذا الخط يا عمرو. والله ما أسلم لكم هؤلاء بجبل من ذهب. انطلق يا جعفر ومن معك، وعيشوا في أرضي بسلام حتى يأذن الرب لكم بالعودة. شيء لا يطاق، لا يطاق. محمد يسلبنا حتى حلفاءنا في البلاد الغريبة. حسن، سنجعله غريبا في مكة. نعم نعم نعم. من يحميه هنا؟ أبو طالب؟ نقاطعه؟ وبني هاشم وكل من يواليه من قريش؟ أجل، لا بيع لمحمد ومن والاه، ولا شراء، لا بيت يؤويهم، لا طعام يباع لهم أو يهدى إليهم، لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا، وليطردوا إلى شعاب الجبال أو يبرأوا من دين محمد. يتقاسمون الصلاة.